بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. النهارده هنقدم مجربه جميله جدا ومفيده جدا، وكتير بيطلبوها، مش مبالغ يعني، كتير سالوني فيها عن مشكله اللي هي مشكله السقاليل او الزوائد الجلديه. السقاليل نوعين او اشكال حسب المكان، في منها بيطلع في منطقه الرقبه وفي الوجه وتحت الابطين، في منها بيطلع في المناطق الحساسه اللي هي التناسليه يعني، فهي تعتبر كلها واحده. وفكره السقلول هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن تكيس او تجمع يعني فيروسي في المنطقه دي، فهو بيجي عدوى، مش عدوى يعني هو فيروس، هو ممكن يجي بينتشر بالهرش او ينتشر بكلام، ما احنا بنتكلمش في قضيه انتشاره، احنا دايما نحافظ في كل يوم عن يوم اكتر، نحافظ على النواحي الشخصيه، في الملابس، في الاماكن العام. السقلول يعني احنا قلنا ان هو فيروس متجمع في المنطقه دي وبيبدا ينتشر، يعني اذا ما وقفناهوش بيبدا ينتشر. مجربه النهارده من عنصر واحد، العنصر الواحد او النبته ديت افضل يعني افضل شيء ان سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم تطبب بها، يعني عالج نفسه بها ودعا لها، اللي هي الرجله، او يعني حتى اللي ما يعرفش اسمها، هي اسمها في اللغه العربيه الرجله. لو في اي مكان تاني انت ممكن عاوز تعرف اسمها في المنطقه اللي انت فيها، بتبحث على جوجل رجله. رجله بيقولوا عليها فخفخينه، بيقولوا عليها بربين، بيقولوا في اسماء كتيره انا مرت عليا لما كنت بتكلم على بذورها، ولكن النهارده انا بتكلم عن نبته بحالها. النهارده الرجله انا عشان اتكلم عنها ان هي بتعالج السقاليل او الزوائد الجلديه، ده اقل شيء في فوائد نبته الرجل. سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم كان حصل عنده جرح في قدمه الشريفه، وعالجها بجزء من ساق الرجل، الساق اللي هو ده، عالجها به ودعا لها بالبركه. حتى من الامر الغريب ان بتنبت في اي مكان وفيها خير، تحتوي على فيتامينات كتيره، عناصر كتيره من المغنيسيوم، من كذا من كذا من كذا، مفيده في التغذيه، مفيده في حاجات كتير، بس احنا النهارده نركز على استعمالها في علاج السقاليل. حتى ابن سينا اخذ عن الطب النبوي وذكر الرجله، وذكرت في كل المدارس الطبيه القديمه، نظرا لما تحتويه من عناصر كتيره جدا مفيده للانسان، ومطهره ومضاده للبكتيريا والجراثيم والفطريات على الجلد من سائل او من الخلاصه اللي فيها. النهارده حتى انا مش على النبته كلها كمان ولا كده، لا، حتى تلاحظوا ايه، انا هنا في علاج السقاليل هقطف الورق على قدر الامكان، يعني اشيل منه كميه كبيره من الورق، لان اللي احنا عاوزينه موجود فين؟ في السيقان. بعد ما اطلع السيقان، بعد ما اطلع الساق كده شبه خاليه من الاوراق كده، بنقطعها قطع صغيره بالشكل ده، ممكن بقطعنا بسكينه في البيت، انتوا في البيت هتقدروا تصرفهم، هيبقى يعني تعامل اسرع، بتبقى قطع صغيره بالشكل ده، بالشكل دوت قطع صغيره. بعد ما اقطعها قطع صغيره بضربها في الخلاط بتاعي، يعني اطحنها، اهرسها، احولها الى سائل. لما احولها لسائل هيبقى معايا بالشكل ده. ممكن يعني لو هي ناشفة شوية، طبعا ممكن حد يقول لي الورقة عندك هنا كبيرة، احنا عندنا الورقة صغيرة، المهم ان هو يكون نفس النبات، لان اشكاله بتختلف. حتى احنا يعني انا في مصر بشوفه في ورقته كبيره، ده لما يكون في ميه كتير وري كتير، في المناطق الجافه شويه الميه قليله عليه بتبقى الورقه صغيره. انا بعد ما عملته بالشكل ده هو بيطلع شبه مخاطي بالشكل ده، شبه عامله زي الملوخيه، او الملوخيه اللي هي المصريه المشهوره اللي احنا بناكلها ومشهوره بالارانب دي. بعد ما اتوصل كده، هو ده طريقه الاستعمال بتاعته، او هو ده اللي انا هستعمله بالشكل ده. ازاي طريقه الاستعمال بقى؟ يعني طريقه الاستعمال بتاعته على المكان. طب انا عندي اصابه مثلا في المكان ده، باجيب باخد جزء صغير على قدر المكان وبضعه كده، وبحاول ان انا اعمل عمليه يعني تدليك وتغطية عليها، وبجيب اي شيء يغطيها ولكن ما يمتصش، او انا اسيبها فترة لو قدرت ان انا استحمل ان انا عادي مفيش مشكلة، اسيب الاماكن مكشوفة اللي عليها الايه المكان او الشيء اللي هيستعمل دوت، بسيبها باينة وواضحة،
يعني ظاهرة بحيث ان ما يمتصش المادة الفعالة منها بدون داعي في الشيء اللي انا هغطي بيه، حتى ان المادة اللي فيها تقضي على الفيروسات اللي متخزنة في السقلول. طيب اول يوم، تاني يوم، ممكن لغاية تالت يوم هدين عادي، هلاحظ ان هو بدأ يضعف. طيب بعد كده جدهن او اجي على المكان، نفترض على الرقبة لان في الغالب بتطلع في منطقة الرقبة هنا، بضع الدوت وحد يساعدني واقوم لازق، وبعدين الزق عليها اي لزق طبي، لزق يغطي عليها، وبسيبها ساعتين او ثلاث ساعات وانزع، هتلاقي السقلول نزل. دي لو يعني مش شرط ان تبدا معاك من تاني يوم او تالت يوم، نستمر معاها، هو علاج سهل وعلاج بسيط، بدل ما اروح اعملها بليزر وتكلفني، النهارده المستشفيات مش فاضيه، النهارده عمليه مكلفه، ده حاجه بسيطه الله سبحانه وتعالى خلقها لنا في الارض، هيبقى العلاج بتاعها بسيط. نرجع نكرر تاني، اقول برضو العلاج، العلاج 3 ايام انا بدهن عادي، 4 ايام، 5 ايام انا بدهن على المكان المصاب، وبصبر شويه لحين ما يمتص، بسيبه حوالي يعني ساعة ونص لحين ما يمتص فيه، وكل مكان المركب بتاعك او الخلطه عاملها مقلل من نسبه الماء اللي منضافه ليها، كل ما يكون فيه لزوجه عاليه، كل ما تبقى متوازنه وموجوده، مش هتنزلق من على المكان اللي فيه الاصابه. طب المنطقه التناسليه، انا بغطي المنطقه كلها بالدهان، بستعمل في بالنسبه للمنطقه التناسليه انا بستعمله دهان فقط، وافضل مستمر مستمر مستمر. هتلاحظ ان السقالين بعد ما كانت لها حجم ولا شكل تبدا يحصل لها عمليه ضمور، وتبدا تنشف وتبدا تتساقط بدون اي اثر. لكن العلاج، في علاجات تانية انا استعملت مره علاج منهم، اللي هو نظام ان انا بربط خيط رفيع جدا حريري واضغط على السقلول كده، بيبقى له منطقه عليا وله عنق، يبان لما بتشد كده تلاقي تحس ان فاصل ما بين الجلد الطبيعي وما بينه، وبنقوم رابطين رباط جامد من غير ما نقطع، مجرد ما بتربط بشده بتحس المصاب بيحس بوخزه زي ما يكون ابره في المكان ده. هنا انا فصلت اي تواصل ما بين الجسم وما بين السقلول. بعد ما يتم الرباط ده انا بكون معقم المكان وبسيبه ايام، وكل يوم برش عليه اي مطهر، اي مطهر منزلي او طبي برش عليه، فبيبدا هو ينشف ويدبل ويقع، ولكن بيتجدد بعد كده، لان احنا قلنا ده فيروسي. هنا ده السقال، الرجله فيها مضاد للفيروسات، مضاد للجراثيم، مضاد للبكتيريا، هنتكلم عنه كتير في حلقات قادمه، وهنقدم فيها مفاجآت بالنسبه للرجله كتيره كتيره بامر الله لا تحصى ولا تعد. واتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولا لقاء في حلقة أخرى، ولا تنسونا من الدعاء، وشكرا لأولادنا وبناتنا محبين القناة ومحبين قناة أسرار العارفين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.